السلام عليكم الأولاد، صح شربتكم. بالنسبة لليوم باش نحكو في موضوع نتاع انسحاب برشا يوتيوبرز من شراكة جارينا والأسباب معينة. خلينا نحكو النقاط باش نوضحو للناس كل أهم النقاط. سبب باش نقولو ثم ناس يقولو اللي هو علي عمر وجمال و بعض اليوتيوبر الاخرين ما بعرفهم انسحبوا بعد ما كبرت، يعني كبر قنواتهم ويعني وعملوا منها فلوس وكل شيء. انسحبوا ليش؟ انسحبوا في الوقت الحالي، علاش ما تكلموش في السابق؟ من كانت يعني الظلم من اول بداية، يعني من بداية سيرفر الشرق الاوسط هما باش يحكوا كيما هكا. باهي اوكي، يجي وقت يعني يقول لك في ذا الكاس، في ذا الكاس يعني صاي قاعده. صحيح الشركه قاعده كل مره تعقد في الامور اكثر واكثر، ما مش حكايه كدوات ولا هدايا ولا، اهم شيء الناس طلبت بيه هو البينك واللاك لاك لاصدقائي. اللعبه يعني ضعيفة في الحجم متاعها، كي تشغلها فيها لاج رهيب. صدقوا انك تنزل بابجي لايت، ابسط شيء ممارها اكبر من اللعبة هذه من فري فاير، وخريطتها اكبر ومدة اللعب اطول، وما تشوف اللاج ابدا. اللاج ما تشوفه، بينج ما يرتفع على 100. في بعض الأحيان تشك إنه في المشكلة من الاتصالات عندك، لكن جربت ألعاب أخرى البينج ما يفوت 100. لهنا في 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 فري فاير خاصة في وقت الناس اللي تجتمع يعني تلعب في الليل، البينج تلقاه خي معناتها 300 400 500، وأكثر شيء 999، وفما اللي تخرجوا من اللعبة جنب. هما عندهم الحق إنهم يخرجوا، ولازم يرجعوا. بالنسبة لي أنا مانيش في شراكة، لأني لازم نوصل ل 100,000 أو 200,000 حتى نولي في شراكة. وبش أنت شنو دورك؟ الشراكة نتاعك شنية؟ صحيح أنهم يعطوك جواهر تصبح يعني يعطوك أكواد وكذا وتتواصل معهم، لكن لازم تقف زادة تتكلم عن مشاكل السيرفر، مش تبقى يعني إنسان تاخذ وتحرق في الجواهر في فيديو. او نحكوش مثلا على علي عمر، اكثر حرق جواهر عنده يعني من حسابه الخاص، يعني مع حسابه الخاص حرق جواهر. يعني تنجم يعطوك 30,000 او 20,000 تعمل بهم، يعني تحكي عليهم على حاجه جديده، لبس جديد، سكين جديد، يعني سلاح جديد وكذا. لكن احنا مش هذه غايتنا، الغايه متاعنا اول شيء تعطوا قيمه للسيرفر هذا. من الناس تلعب فيه برشا في المغرب العربي والشرق الاوسط، الناس تلعب، الناس تخسر في فلوسها. باهي حكينا على نقطه لكن طويله، لكن نحكي على النقطه المهمه اللي حكوا فيها برشا يوتيوبر، حكوا على حكي عليها ايضا علي عمر، تبنيد الحسابات. يعني تبنيد ناس ما عندهمش حتى يمشوا عاملين حتى مشكلة، ما عندهمش حتى حكاية، ما يحل لعبة يلقى روحهم مبنت. لا دخل مع هاكر، لا لعب مع هاكر، ولا أصلا حتى دخل في سكواد عشوائي. يعني مش يقولوا دخلت، يعني يمكن دخلت سكواد عشوائي بندولك لعب مع هاكر أو شيء. فما ناس بالحق، يعني فما ناس في الفاير باس الأول حكي عليها زيد علي عمر، هذي حكوا عليها زيد يوتيوبر آخرين، وحكينا عليها زيد في بث مباشر مرة من المرات يظهر لي. فما ناس بنت من غير حتى سبب، برشا حسابات معنات تبندت حسابات، يعني مشت خسارة ومش معنين حتى هاي، واللي عاملين هاك بالحق ما يبندونهم مش حسابات. والحاجة الأخرى هي علاش ثغرة الهاك مفتوحة، هذه نقطة. يعني ورغم انهم يعملوا تحديثات وكذا تبقى ثغرات الهاك مفتوحة، علاش مش معانين ثغرات مفتوحة في الجواهر؟ ترى
حماية كبيرة معناتها في الجوار ومسكرينها تخدموا عليها على الأخر، لكن مش سكروا ثغرة معناتها في ال ثم ثغرات مفتوحة في الهاك أو شيء معناتها في ببجي خاصة في الهاتف 48 ساعة تتسكر الثغرة، في 48 ساعة ما تفوتش. والتبنيد، بالنسبة للتبنيد على الأقل أنت كي تبند 7 أيام كي تبدا شاك في شكون، عمل له تيست تشوفه مثلا ثبت فيه مليح قبل ما تضرب له حسابه على الاخر، بعد تبنده له على نهائي يعني بشكل نهائي. بعد كي تثبت انه يعني اللي هو هاك 100% بند له حسابه، هو هاتف اصلا حتى الهاتف بندون ما عاد يستطيع يعني يلعب على نفس الهاتف. ليش يعني ديريكت يعني اوتوماتيكيا تبنيد حساب بشكل نهائي من غير ما يثبته، من غير ما عنده ما يشوفوا الامر يعني هل صح هو يعني هاك ام لا، استعمل الغش ام لا. وبالنسبة للشراكة اصدقائي يلزمها اما تدخل تكون شريك وتكون وسيط بين الجارينا وبين المتابعين وبين الناس اللي يلعبوا اللعبة هذه، توصل لهم الرسائل نتاعهم يعني شنو هو طالبين شنو ما الحاجات اللي لازم تتصلح، لازم ديما كوميونيكيشن بين معايا مع المطورين في الشركة وتشوف شنو الأخطاء وكذا. هو مش مربوط، ما هو مش مستحقين لك 100% صحيح، أنت صانع محتوى عامله هم شروط أنك توصل 100 ألف مشترك أو 200 ألف تدخل في الشراكة. سي شركة كبيرة هي معروفة، مش كان في فري فاير معناتها متعاملة مع برازيل، متعاملة مع إندونيسيا، مع دول آسيا ودول جنوب أمريكا، معناتها تتعامل بالعملة الصعبة، مهوش باش تسحق 100% معناتها المطورين، معناتها تنجم تلغيهم جملة. أما هي تحب تكبر النطاق نتاعها أكثر وأكثر، يلزم ديما فما شركاء، يلزم ديما فما شركاء. مادام أنت عملت سيرفر شرق أوسط، يلزم تعتني به على الأخر كيف وكيف السيرفرات الأخرى. لهنا الوليد كملت رسالتي إن شاء الله وصلت، وحاولوا وصلوا الميساج للناس كل ماكس يعني، وصلوا الميساج اللي حبيت نحكيه، حبيت نوضحه. وعندك أي إضافة صديقي نجم تكتبها لنا في التعليق لوطا، مش نقول لك لا اشترك ولا اعمل لايك، عندك إضافة اقتراح حطه في تعليق. يلا الأولاد تحياتي والسلام عليكم أصدقائي.